وأما يوم الجمعة فقد ثبت النهي عن إفراده بالصوم، كما في حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. نعم. وفي حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأفطري. وهذا في صحيح البخاري، هذا أقوى الحديث ليرد على حديث النهي عن صوم يوم السبت. نعم. أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهذا محل نظر، فقد يقال إنه ينبغي أن يصوم يوما قبله، وقد يقال يجوز صومه لأنه يصومه لكونه يوم عرفة وليس لكونه يوم جمعة. صحيح. إذا كان يوم جمعة وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء فبإمكانك أن تصوم منفردا، لأنك ما قصدت أن تصوم لأنه جمعة، وإنما قصدت أن تصوم لأنه عرفة. فإذا احتاط وصاب يوم قبله فهذا جيد. طبعا ما يصير يصوم يوم بعده إذا كان يوم عرفة، ليش؟ لأن يوم بعده سيوافق ماذا؟ العيد. نعم.